السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه محمد العدلي. ان شاء الله في الفيديو ده هوضح تفاصيل التقديم بالنسبه لجامعه الام تي اي اللي هي الجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات بالنسبه للعام الجامعي 2019-2020 للطلاب المصريين والطلاب الوافدين من الدول الثانيه. خلونا في البدايه كده نشوف بعض المعلومات البسيطه عن الجامعه. جامعة الـ MTI أو الجامعة الحديثة هي جامعة خاصة مصرية تم إنشائها عام 2004. الجامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الموجود في مصر، والجامعة عضو في اتحاد الجامعات العربية. مكان الجامعة في المعادي الجديدة في محافظة القاهرة، وبالنسبة لمساحة الجامعة هي مش كبيرة قوي، وهم أول سنة السنة دي اللي هي 2019 يفتتحوا كلية الطب البشري، وعشان كده هم اختاروا مكان جديد لكلية الطب البشري خارج المقر القديم للجامعة في المعادي الجديدة. بالنسبة للخط الساخن لو انت عاوز تتواصل مع الجامعة 19041. نشوف بعد كده تنسيق التقديم للكليات للطلاب المصريين. هوضح التفاصيل الاول للطلاب المصريين وبعد كده هنتقل للطلاب الوافدين. بالنسبة للطلاب المصريين تنسيق التقديم في الطب البشري 95%، الاسنان 90%، الصيدلة 90%، العلاج الطبيعي 90%، الهندسة 80%، علوم الحاسب 70%، الاعلام 60%، الادارة 60%، التمريض 55%. خد بالك ان تنسيق التقديم ده مش معناه انك اتقبلت طالما انت جايب المجموع ده، لا، تنسيق القبول بيكون اعلى من تنسيق التقديم. يعني انت مثلا هتقدم صيدله ب 90%، هم بقى بيستنوا مده معينه وبعد كده يقول لك انت اتقبلت او لا بناء على التنسيق الداخلي اللي هم هيحددوه. هم مثلا هيقبلوا صيدله من 93% مثلا، يبقى اللي اقل من 93% ومقدم ده كده معناه ان هو اترفض. فتنسيق القبول بيكون دايما اعلى من تنسيق التقديم. نشوف بعد كده الاوائل المطلوبه للتقديم. لو انت طالب مصري هتاخد معاك صوره من شهاده الثانويه طبق الاصل، وخد الشهاده الاصليه، ولكن الشهاده الاصليه مش هتسلمها، الشهاده الاصليه للاطلاع فقط. هتاخد شهاده ميلاد، هتاخد عدد 7 صور شخصيه حديثه ليك مقاس 4×6، هتاخد صوره من بطاقه الرقم القومي، ورسوم ملف التقديم 1500 جنيه مصري. بالنسبه للطلاب المصريين الذكور فقط، مطلوب منك نموذج 2 جند، ده لتاجيل الخدمه العسكريه، بتجيبه من مديريه الامن اللي انت تابع ليها او منطقه الترنيد اللي انت تابع ليها. وبالنسبه للطلاب الذكور المصريين مواليد سنه 98 او اي سنه قبل 98 هيقدم نموذج 2 جند ونموذج 6 جند. نشوف بعد كده بقى مصاريف الكليات للطلاب المصريين، والمصاريف ديت بتدفع كل ترم، والسنة عندك مكونة من ترمين، يعني المصاريف ديت تضربها في 2 يبقى ديت المصاريف السنوية. كلية الطب البشري 42000 جنيه في الترم الواحد، طب الأسنان 34000 جنيه، الصيدلة 32000 جنيه، العلاج الطبيعي 22250 جنيه مصري. في حاجة اسمها مصاريف إضافية، عندك لو أنت هتدخل في كلية الطب البشري في 6000 جنيه مصري هتدفعهم في السنة الواحدة، دول رسوم تدريب، هم عندهم مستشفى جامعي، رسوم إنك هتتدرب في المستشفى ديت 6000 جنيه في السنة. بالنسبة لكلية طب الأسنان في 4000 جنيه مصري، دول هتدفعهم في أول سنة فقط، رسوم تأمين معامل. كلية الصيدلة عندك 3000 جنيه هتدفعهم في أول سنة فقط، دول تأمين معامل. العلاج الطبيعي 4000 جنيه، دول تأمين معامل وهيدفعوا في أول سنة فقط. نشوف باقي الكليات معانا. كلية الهندسة المصاريف بتاعتها في الترم الواحد 18750، علوم الحاسب اللي هي الحاسبات والمعلومات 14750، كلية الإعلام 17250، كلية الإدارة 17250، وأخيرا كلية التمريض 12000 جنيه في الترم الواحد. في رسوم اضافيه لكليه الهندسه 2000 جنيه، دول بتدفعهم كل سنه، رسوم التدريب الصيفي. وكليه التمريض عندك 1000 جنيه بتدفعهم في اول سنه فقط، دول تامين معامل، ولكن في 1000 جنيه اخرى ديت رسوم تدريب بتدفعها كل سنه. كده احنا خلصنا تفاصيل بالنسبه للطلاب المصريين. ننتقل بعد كده للطلاب الوافدين سواء من الدول العربيه او جنسيات اخرى. في حد ادنى مختلف عشان تقدر تقدم في الكليات. بالنسبه لكليه الطب البشري والاسنان والصيدله والعلاج الطبيعي لازم المجموع بتاعك ما يقلش عن 70%، كليه الهندسه وكليه علوم الحاسب ما يقلش عن 65%، كليه الاداره وكليه الاعلام وكليه التمريض المجموع بتاعك ما يقلش عن 55%، وده تنسيق التقديم فقط، يعني تنسيق القبول هيكون اعلى من كده. ننتقل بعد كده للاوائل المطلوبه في التقديم. بالنسبه للاوائل المطلوبه منك لو انت من دوله تانية، اول حاجه هتجيب الشهاده الاصليه الداله على النجاح مصدقه من وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الخارجيه الموجوده في الدوله بتاعتك. تاني حاجه هتجيب تقديم المستند الذي يفيد الاقامه الشرعيه للطالب وولي امر في البلد الحاصل منها على الشهاده الثانويه. بعد كده هتقدم 7 صور شخصيه حديثه ليك مقاس 4×6 وصوره من جواز السفر الخاص بيك. في ملاحظه بقى بالنسبه للطلاب الحاصلين على شهاده الثانويه من المملكه العربيه السعوديه، لو انت حاصل على الثانويه السعوديه لازم تقدم رقم الساعة
السجل المدني وكلمة المرور أو الباسورد المتعلقة باختبار القدرات بتاعك. رسوم ملف التقديم بالنسبة للطلاب الوافدين 150 جنيه استرليني، مش 150 جنيه مصري، لأ 150 جنيه استرليني. بالنسبة بقى للمصاريف الدراسية للطلاب الوافدين، هتدفع نفس المصاريف اللي الطلاب المصريين بيدفعوها ولكن بما يعادلها من الجنيه الاسترليني. يعني انت مثلا عندك كلية الطب البشري، الطلاب المصريين مثلا بيدفعوا وليكن مثلا 84 ألف جنيه في السنة، هتشوف بقى ال 84 ألف جنيه دول بيساوي كام جنيه استرليني، وهتدفع القيمة ديت بالجنيه الاسترليني، بالإضافة لفي 1000 جنيه استرليني ديت رسوم إدارية بتدفع في كل الكليات وبتدفعها في اول سنة فقط. يبقى انت المصاريف بتاعتك زي الطالب المصري، ولكن الاختلاف بس انك هتدفعها بالجنيه الاسترليني مش بالجنيه المصري، بالاضافة ل 1000 جنيه استرليني هتدفعها في السنة الاولى فقط. وبكده يكون انتهى الفيديو الخاص بجامعة الـ MTI او الجامعة الحديثة للمعلومات والتكنولوجيا. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.